السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم عبد الهادي بخاري من شركة بروج العقارية. اليوم راح نتكلم عن مشروع بروج دريم بارك. هذا المشروع يا جماعة مشروعنا الثالث الذي ننشئه في مدينة طرابزون. طبعا مشروع الأول بروج ريزيدنس، المشروع الثاني بروج سكاي، المشروع الثالث هو مشروع بروج دريم بارك. بنتكلم شوية في تفاصيل المشروع. المشروع يبنى على أرض مساحتها 6900 متر مربع في منطقة يمرة. طبعا منطقة يمرة منطقة معروفة إنها منطقة جديدة بدأ البناء فيها في الخمس سنوات الأخيرة، وفيها كثير من الفنادق العالمية زي فندق نوتيل وفندق ددمان وفندق الشيراتون الآن اللي هو تحت الإنشاء. إذا نتكلم في تفاصيل المشروع، زي ما قلنا المشروع مبني على 6900 متر، عبارة عن 3 أبراج سكنية تتكون من 100 وحدة سكنية. طبعا الوحدات عندنا مختلفة، عندنا 3 غرف وصالة مساحتها 170 متر مربع، وعندنا أيضا وحدات غرفة وصالة مساحتها 85 متر مربع. طبعا زي ما قلنا المشروع تحت الإنشاء الآن، تسليمها خلال سنتين بإذن الله. في مميزات كثيرة في المشروع، منها مواقف السيارات المغلقة، مواقف السيارات المفتوحة، ألعاب أطفال، ملاعب كرة سلة وقدم، مسجد في المجمع، حراسة أمنية، ممشى في المجمع، مساحات خضراء، جلسات عائلية خارجية في المجمع، والكثير من الخدمات الموجودة في أسفل المباني، منها صالة اجتماعات، ميني سينما للمجمع، وصالة رياضية للمجمع، وأيضا زي ما قلنا غرفة لإدارة المجمع. إذا جينا نتكلم عن قرب المشروع من البحر، المشروع يقع على بعد فقط 300 متر من ساحل منطقة يمرة، وهذا شيء يميز المشروع، وبالتالي يعطي إطلالات بحرية وإطلالات على الطبيعة مميزة جدا للمشروع من الدور الأول. زي ما انتم شايفين في الفيديوهات اللي صورناها في الدرون وفي غيرها، الإطلالات جدا جميلة، ومجال الاستثمار مفتوح جدا في هذا المشروع. والميزة الآن القوية في المشروع انك ممكن تشتري عن طريق الأقساط، بحيث انك تدفع مثلا 40% مقدم للمشروع، والباقي يقسط الى 24 شهر من تاريخ العقد. طبعا الميزة الأخرى اللي لازم أذكرها في هذا الفيديو لمشاريعنا كلها في تركيا في طرابزون بالذات، اللي هي ميزة الاستثمار. كثيرين يسألوا أنا بشتري شقة وأبغى أستثمرها، فكيف طريقة الاستثمار في هذه الشقة؟ طبعا إحنا كشركة بروج يوم تشتري شقة من مشاريعنا، إحنا مشاريعنا كلها مشاريع استثمارية. بعد تسليم المشروع بالكامل يتم تحويل إدارة المشروع إلى شركة رحال للسياحة، التي بدورها تقوم بتشغيل هذه الشقق وتأجيرها إيجار يومي أو أسبوعي أو شهري أو سنوي طبعا بعائدات ممتازة جدا. وهذه الطريقة مجربة عن طريق شركتنا شركة بروج وشركة رحال خلال 5 سنوات، ولنا خبرة كافية فيها، ولدينا الآن ما يقارب أكثر من 40 شقة أو 40 وحدة سكنية موجودة تحت الاستثمار. بالتالي هذا المشروع فرصة للاستثمار الآن. اشتروا في المشروع واستثمروا معنا، وخلال شهر رمضان الحالي إن شاء الله راح ينزل الفيديو هذا في شهر رمضان المبارك، خلال شهر رمضان الحالي عندنا عروض مميزة جدا للشراء والتملك في المشروع. تواصلوا معنا على الأرقام الموجودة أسفل هذا الفيديو، ولا تنسوا اللايك والاشتراك في قناتنا حتى تصلكم كل جديد. وكونوا بخير ونراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.